إلى أي مدى تجد أن احتجاجات إيران يمكن أن تعطي زخما إيجابيا لتظاهرات تشرين المرتقبة بعد أيام؟ تحيين حضرتك وتحيين مشاهدي قناتكم الكريمة. أنا اعتقدت أنه يعني المظاهرات يعني المشهد منفصل، ليس له ارتباط على عضوي بإيران، لأن التحضير لقضية ونزول الصدرين هو قبل المظاهرات في إيران. ولكن أنا أعتقد القراءة السياسية أن هناك عملية ترابط يعني أنا أسميها على سبيل المثال التحولات التي تحصل بمنظومة المشروعات الشيعية، يعني هناك في لبنان، في العراق، في إيران، هذه النزعة تتولد بشكل اجتماعي ضد فكرة الاسترداد الديني. أنا أعتقد هذا وجه التشابه الذي ممكن أن يعطي لتشرين زخم، إضافة إلى الموضوع اللي طرحته أنا بالإعلام اللي هي قضية المظاهرات القيمية، يعني القيم التي تلعب دور في حركة المجتمع السياسي. إضافة إلى أنه الأحزاب التي يفترض أن يخرج العراقيون عليها هي أحزاب مرتبطة بمنظومة المحافظين في إيران، فلذلك المشهد يعني منفصل على مستوى الهوية ولكنه مرتبط على مستوى المعطيات وقد يرتبط على مستوى النتائج أيضا. فلذلك نحن كمحللين نرى أنه يعني أنا شخصيا أسميها فكرة التحول المجتمعي في منظومة المجتمعات الشيعية. نعم.